كانت نقله كبيره في حياتي. طب قول لي ايه اكتر حاجه بتشد الستات ليك باستثناء طبعا عينيك الجذابه؟ لا لا جذبت مين بس؟ ووشك الحلو وشعرك المسبسب. مسبسب ايه بس؟ الكلام احسان فهمي. والعرض. لا اهدي بس اهدي بس، ولا عرض ولا طول ولا حاجه، لا احنا راجل. والزوايا. لا 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 زوايا ايه بس تاني ايه؟ انت بتتكلمي عربيه نص نقل. لا يعني شوفي، هو الموضوع موضوع مش سبسبه والكلام ده وبتاع، بس موضوع ان انت راجل طبيعي. بس مصري بجد وابن بلده فقط لا غير. انا مصنف نفسي كده، لكن انا مش 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 حسين فهمي واحمد احمد عز والناس الامارات دولت. لا صباح الفل يعني. لا صباح العسل. واسمع مني انا، مفيش حد بيشوف نفسه. ماشي. احنا اللي بنشوف واحنا ماشي. اللي بنكرر. لا انت بتشوفي اي حد. طب حساك كده عايز تغني صح؟ تيجي نغني معاكي مايك؟ معايا مايك. فين اهو مايك؟ اهو اهو، خد المايك. خد شوف بقى المايك سخن بنار الفرن. حلو. انا قلت يعني عشان يبقى حاجه من ريحتي. لا انا ما اتغديتش. طب اغني ايه؟ اي حاجه. اغني ايه بعد؟ عايزين نغني دويتو. دويتو. ماشي. طيب تيجي نقول حاجة للأستاذ عبد الحليم والسيدة الجميلة شادية، بما إنك يعني صوتك حلو. أنا معاك في أي حاجة. ماشي. تعالي أقولك. هتقول إيه؟ لازم أقولك. وساكت ليه؟ طب بلاش دي. حاجة غريبة. حاجة غريبة. ايه؟ حاجة غريبة. طبعا حاجة غريبة. حاجة غريبة. ما فيش رن. طيب. الدنيا لها طعم جديد. لا الدنيا فيها ريحة غريبة. حاجة غريبة. حاجة غريبة. أنا حاسس إني. طيب. أنا حاسة إن ده يوم عيد. وأنا شايفة الدنيا. دنيا فرحانة سهرانة في ليل كله صحضانة. سعادة. صحضانة. ليها فرحة. حلوة بعينيا وحلاوتها. سكرها زيادة. أنت عارف ليه؟ ليه يا شوشو؟ عشان أنت معايا. حبيب قلبي. ويا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا ميجو. يا ميجو. يا ميجو هواك حيرني والشوق ملاني جراح وحياتك ما تبعد عني وتعالى عشان ارتاح. وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي مش. يعني مفيش احلى من كده. نرجع للكلمه ونص. نرجع للكلمه ونص. طب قول لي مين اكتر شخص قريب لقلبك؟ اكتر شخص قريب لقلبي. تقدرش تعيش من غيره؟ لا هم بيتي عيلتي مراتي ولادي، يعني انا كده حلو قوي. طب لم سيبنا من اسرتك الصغنطوطه، قول لي مثلا شخص كان صديق ليك وفجاه مثلا بعدته او الظروف والدنيا او هو سافر وانت فعلا حاسس ان انت محتاج له يبقى موجود جنبك. هو في صديق واحد بس في حياتي يعني اللي هو القريب مني جدا اللي هو من طنطا. حمد الدسوقي. ده صديق عمري يعني فانكتب عليا. طب قول لي كلمه واحده تقولها لباباك وكلمه واحده تقولها لامك. الله يرحمهم. اقول لهم يقول لهم وحشتوني، يعني كان نفسي يبقوا موجودين حاجات كتير. بس يعني يقولوا الميت بيبقى حاسس بكل حاجه. والحمد لله ان هم ربوني كويس وان انا على مبدئي زي ما انا وعلى شرقيتي زي ما انا ومش هينفع اكون حاجه غير اللي انتوا عملتوها. يعني زي ما بيقولوا ايه، بحطت ايدك. يعني انا بحطت ايد ابويا وامي زي ما انا. فمش عارف، انا مش عارف اتحول، مش عارف اتغير، والله بجد اقسم بالله مش عارف او مش عايز.
مش بحاول. هو بيبقى طبع خلاص وتعود، الواحد اتربى على حاجه ما بيعرفش يغير. بالظبط، هو ده شكل البيت اللي انا اتربيت فيه، ونفس المبادئ والاخلاق والطريقه والاخره. بسافر وبسهر وبعمل كل حاجه، بس يعني في اساسيات في حياتي، وهي المرجع دايما اللي هو شكل بيتك ايه، عارفه ازاي؟ فهو ده اللي انت هتحاسب عليه، وهو ده اللي انت هتطلع بيه من الدنيا، وده اللي هيبقى يسجل لك حاجات بعد مماتك. يعني لو بيتك كويس هيعرفوا يدعوا لك، هيعرفوا يستغفروا لك، هيعرفوا يعملوا لك حاجه كويسه. لو بيتك كويس هيفتكروك بالخير. لو بيتك كويس كل الناس هيقولوا شوف الراجل مات بس برضه بيته كويس. يعني كل حاجه هتبقى سيره حلوه. فاهم ازاي؟ ما اعرفش يعني، بس هو ده اللي انا بتمناه. يعني طبعا ربنا يرحمهم يعني، واحنا كمان بنشكرهم ان هم جابوا لنا نجم جامد جدا زيك. ربنا يبارك فيك. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع اجمد حد في الدنيا ماجد المصري. استنونا. ودلوقتي جه ميعاد لعبتنا الجديدة اللي هي ماذا لو؟ هسأل حضرتك سؤال وهدي لك اختيارات ولازم تختار منها. تمام. لازم لازم. أوكي؟ لازم لازم. حاضر. ماشي. قول لنا لو كنت أنت هتبقى أحد أبطال فيلم العار، كنت تحب تبقى عامل دور مين فيهم؟ أستاذ محمود عبد العزيز ولا أستاذ نور الشريف ولا أستاذ حسين فهمي؟ في الفيلم ده أحب أعمل شخصية الأستاذ نور الشريف. لأنه هو كان. وأنا روق. أنا روق أهو جاي لي الدور عليا انكسر، صح؟ أه طبعًا، يعني يكون لنا الشرف طبعًا. هي غرقت في الفيلم ده وماتت مش كده؟ لا، ما إحنا هنغير النهاية. أنا أكتبه بعثت من جديد. بعثت من جديد. أنا ما أغرقش، أنا أنت شايف في كاوتشات أب على وش المية، ما أروح فين؟ أه صحيح. السلامة ما شاء الله. أنا نازلة بأوبشن جديد. تايتانيك ماشية. سفينة ماشية. طب قولي. أقول دلوقتي لو هتعمل فوازير، تحب مين اللي تشاركك في البطولة؟ القمر دنيا سمير غانم ولا العسل روبي ولا السكر نيلي كريم؟ التلاتة. لا، واحد. وممكن نعمل اكسبشن نلغيهم كلهم وابقى انا بيهم، وانت عارفني بقى في الفوازير ما اقولكش. لا طبعا، انا اساسا ميوزيكال. انت ميوزيكال اصلا؟ ده انت معهد الموسيقى كله. اختار مين؟ اختار دنيا. ليه؟ عشان هي دمها زي العسل، ويعجبني جدا شغلها، وما شاء الله عليها. يعني عملت حاجة في مصر جميلة جدا. صح. وحتى لما عملت آخر حاجة هي وإيمي فوزير أنيلوش ريهان، أنا كنت من أنا كنت حريص جدا دايما أتفرج عليها، عارفة إزاي؟ وهي بتلعب كوميدي من هي فنانة شاملة. صح. فده يعني صح. أعتقد إن هي هتبقى يعني أنسب حد للفوازير. صح. صح. بتغني كويس جدا، استعراضية، بتمثل، تعمل كوميدي، بتعمل كل حاجة. كل أنا حاجة. مع حبي لكل طبعا الفنانات الموجودين، بس أنا هي بالنسبة لي المفضلة أنا كمان، لأني بحس إن هي فعلا أي حاجة بتليق عليها، تعمل رومانسي ما شاء الله لايق عليها، تعمل كوميدي لايق عليها، تعمل رقص وغنى يعني ما شاء الله. نسمع لها سقفة كبيرة وبوسة لجوزي القمر. طيب دلوقتي بقى هنعمل لك حاجة زي الفزورة كده. ماشي. لو هطلع لك صورة اتنين أشخاص، لو أنت اللي هتحكم ما بينهم وتقول مين فيهم الغلطان، هم راجل وست، أنت اللي تحكم وتقول لنا مين الغلطان، تفتكر هنطلع صور مين؟ أنا وأنتي؟ لا، أنا وأنت معروف إن أنت اللي غلطان، بس أنت هتيجي هتروح فين؟ طب نطلع ونشوف يعني. يلا ما تيجوا نشوف. مين فيهم الغلطان؟ بما انك كنت شاهد على الموضوع كله ما بين الفنانه الجميله غاده عبد الرازق والمخرج الكبير محمد سامي. كان وقتها كانت غاده الغلطانه.
انا علاقتي حتى دلوقتي بمحمد مش طيبه، وعلاقتي بغادة طيبه. بس الحق حق يعني، هو كان وقتها كان في تصرف من غادة او ما اعرفش يعني وقت العصبيه، لكن غادة على المستوى الشخصي حد طيب جدا يعني، لكن وقتها كان في تجني على محمد سامي. وانا كنت انا كنت من الناس اللي وقفت في صف محمد سامي في الفتره دي بقوه جدا جدا جدا. فبس ده اللي حصل. طب يعني احنا بنحييك طبعا جدا على صراحتك، وربنا يصلح الحال. هو الشيطان دايما بيدخل كده في ما بين الناس اللي بيبقوا ناجحين مع بعض، بس ان شاء الله يبقوا زي الفل مع بعض ويتصالحوا ان شاء الله. بس نكمل السؤال بقى والفضول اللي قتلنا يعني. اتفضلي. يعني بعد ما كنت انت واقف مع الفنان الكبير المخرج العظيم محمد سامي، ايه اللي خلاكوا بقى دلوقتي بقى في بينكم مشاكل؟ انا طلعت في احدى البرامج عقبت على حاجه معينه بالنسبه لمسلسل كلام على ورق. هو الكلام ما عجبوش. انا من حقي ان انا اتكلم، وهو من حقه ان هو يتكلم، بس هو كان الرد بتاعه اكبر بكتير من اللي انت قلت، من اللي انا قلته. كويس. فده يعني عز عليا قوي. عز عليا قوي لسبب، لان محمد ويمكن انا حتى قلتها له على الهواء، قلت له برغم اي حاجه انت طول عمرك بمزاجك او غصب عنك انت هتفضل اخويا الصغير. خلاص. انا مش بقول كده لاني مش قادر اقول غير كده، لا انا بقول كده عشان هو كده، لكن انا اقدر اقول غير كده وهو عارف كده كويس قوي. بس مش مع محمد سامي. ليه؟ لان محمد انا اعرفه عائليا، واعرف طبعا الدكتور سامي والحاجه صبوره، وحتى انا بقول لها يا امي. خلاص. فانا بفترض ان انا وانا فعلا اخوه الكبير وهو اخويا الصغير. خلاص. فلو الاخ الكبير حتى هنفترض ان انا الكلام اللي قلته ضايقه وهو رد، ما ينفعش يرد يعني بالهجوم القوي ده قوي ويدخل اطراف تانية ملهاش علاقه باللي انا بتكلم فيه. هو من وجهه نظره انا بتكلم بدافع حاجه معينه. خلاص. خلاص، هو ده تحليله للموقف يعني. وبرضه هقول انا مش هحاسبه، لان ممكن يكون اتعصب ان انا اذ فجاه اتكلمت على الهوا. وانا بقول لكل فعل رد فعل، فممكن يكون هو ده رد فعله في الوقت ده. انا ممكن اقول لك وجهه نظر انا المتواضعه، يعني انه ممكن انتوا الاثنين كنتوا حسبتوا الموضوع بانه كل واحد ياخد الحلو ويحط حسن النيه في كلام التاني. يعني تمام. كان هو ممكن لو انت كنت بتنتقد بعض الحاجات في المسلسل كان ممكن هو خدها بانه بالعكس يحب ان هو عنده صديق مش طول الوقت بيقول له ان انت صح انت صح، لان الواحد دايما بيحب الناس ما تطبلهوش. فدي حاجه كويسه. هقول لك يا شيماء، هقول لك هو من حقه ان هو يتضايق ان انا طلعت قلت الكلام ده على الهواء. بمعنى طب ممكن اقوله له في التليفون. صح. ممكن اقوله له بيني وبينه. صح. كويس. ممكن يكون ده تسرع مني. صح. انا بعترف على الهواء. صح. خلاص. صح. صح. تمام. وانا اول مره اتكلم في اللي انا بتكلم فيه ده. كويس. بس برضو انا يعني ما كنتش متخيل ان رد الفعل يعني هو احنا ارجع اقول لك اوكي لو هنفترض ان انا ابتديت او غلط فبرضو الغلط اكيد اترتب عليه غلط، مش هنرجع بنقول هنا ايه لا البادي اظلم وبتاع. لا يعني مهما كان برضو يعني لو انا ما فكرتش كويس وحسبت الامور قبل ما اتكلم بالتالي برضو رد الفعل ما اتحسبلوش، وعرفنا ابعاد الموضوع ايه. فانا حسيت هنا اللي هو ايه يعني انا بخسر ماجد المصري مش فارق معايا. لا خالص، بص انتوا الاثنين انا بفهمك ده عز عليا جدا فوق ما تتخيلي. ما هو عز عليك عشان انت بتحبه. لو الواحد ما بيحب الشخص او مش فارق معاه ما بيفرقش معاه هو عمل معاه، بالعكس بيفضل يخبط فيه. مليون في المية. لكن لما بيبقى حد بيحب حد بجد بيزعل ان هو زعل او في بينهم حاجه. مليون في المية. يعني ربنا يا رب يصلح الحال ما بينكم ان شاء الله، ويبقى برنامجنا ده اهو يا استاذ محمد يا سامي استاذ ماجد المصري. ربنا يصلح يا رب ان شاء الله. نروح لاخر سؤال في يلا. هنفترض دلوقتي ان انت مش متجوز خالص ولا اتجوزت قبل كده. الله.
وهنطلع لك اسامي فنانات على الشاشه وتختار ما بينهم. يلا. واللي هتختارها هيطلع لك غيرها، فتختار دي او دي، فتختار دي او 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 دي. دي لعبه حلوه قوي، احلم بقى براحتك واطلق العنان لفكره. ماشي اوكي يلا. يلا بينا. منى زكي وغدا عادل فنانات الحلوات العسلات، اختار مين؟ وهم مش متجوزين طبعا. لا ما كان انت مش متجوز وهم مش متجوزين. غدا عادل. غدا عادل. اللي بعده لو غدا عادل ودنيا سمير غانم. غدا عادل. الله، ده غدا عادل مكمله معانا يا جماعه في السباق ودلوقتي ولسه مكمله معانا غدا عادل ومنى شلبي، نختار مين؟ غدا عادل. الله الله يا غدغوده يا جامده. غدا عادل تطير يا عيني منى شلبي، وتفضل معانا غدا عادل. ومين تاني؟ غدا عادل ونيلي كريم. في الحالة دي بقى غدا عادل. الله الله. ومين تاني معانا قصاد غدا عادل اللي محدش عارف يهزمها؟ الله اهو، غدا عادل وياسمين صبري. غدا عادل.